راي دور واحد الاطروحه عند بعض الناس واللي راهم يروجوا لها عناصر خبيثه تخدم للمخابرات ومكشوفه على كل حال، تدعي باللي كاين صراع ما بين رئاسه الجمهوريه يعني تبون والمخابرات والجيش. تصور انت تبون يتصارع مع المخابرات ومع الجيش، تصور هذه ان كنت عاقل انت يجب تكون مخك حابس تاع الصح، هذه الاولى. ولا عندك نيه خبيثه، والنيه الخبيثه نعرفها هو انك تحب توهم الشعب بلي انت راك معارض وتضل زعما تتهجم على الرئاسه، وباش في نفس الوقت تسقل لنا صورة تاع الجيش وتاع المخابرات اللي هما ناس ملاح يحبوا الخير للبلاد، باش تبقى البلاد دايما تحت سيطرة هذه المؤسسة العسكرية وجهازها الأمني. شتو كي هاوليك الهدف من إيهام الشعب بأنه كاين صراع ما بين رئاسة و الجيش وجهاز الامن ديالو. شكون هذا؟ قلنا تبون واش القوه اللي عنده باش يواجه شنقري يحاول المخابرات؟ واش من قوه عنده؟ عنده حزب موراه؟ ما عندوش. عنده جزء من الجيش موراه؟ ما عندوش. عنده جزء من المخابرات؟ ما عندوش. عنده مجتمع مدني معاه؟ ما عندوش. عنده شعب معاه؟ ما عندوش. باش انت جاي تتصارع؟ تبون راهينا بين ايادي من جعلوا منه رئيس يدير باوامرهم، ونشوفوا كامل نشنقري حمص اطر عليه حتى لا خدوك على بالهم. ناس كامل على بالها تجي تحب تلعبها لنا. الو شكون اللي راهو من جهه الرئيس اللي راهو قايم بال يدير هذه الحرب من جهه الرئيس؟ بوعلام بوعلام المستشار القوي اللي تبون، لو بويسون انفلوون كونسي اللي تبون. شكون بوعلام بوعلام هذا؟ جنرال؟ لا. كولونيل؟ لا. كان عنده نفوذ؟ لا. هذا سنسيبيل موظف في الرئاسة كان الظروف يدبر على تبون هذه، ما يقدرش يدخل في حرب مع العساكر أبدا. هو أول واحد يشيط للعسكر، وأول واحد يدور على تبون كيشوف العسكر داروا عليه باش ينحوه. العسكر يحبوا ينحوه ينحوه، يحبوا ينحوه ينحوه. لو تبون كان عنده جرام تاع السلطة في هذه البلاد راه يمحي، يبدا بشنقريح اللي راه داير عليه التير، داير عليه الدرع، قولو يمس شنقريح ولا يمس هذاك بن علي بن علي 84 سنة في عمرو واش مازالو يدير؟ والو ما يقيسش ما يقيسش. تقولي كاين حرب ما بين ذا وذا باش زعما تلعبها لي بلي راك معارض؟ اه ومن بعد شكون يجي يحط لك معارض معاه؟ بعد لطفي نزار يقول لك احد العناصر المعارضه لقصر المراديه. خلاص هنا يتكشف اللعب، هنا يتكشف اللعب. يعني حاسبين الشعب الجزائري هذا غبي؟ انتم اغبياء وي، لانكم قاعدين تديروني في اطروحه ولا واحد قادر يصدقها، ولا واحد قادر ما يصدقها الا الغبي الا اللي مخو حابس. شو يقول لي راه تبون يتصارع مع العسكر؟ تبو تفليقه ما تصارعش معاهم.
بوتفليقة وما تسهرش مع العسكر. بوتفليقة اللي جابوه الكابيني نوار العربي بالخير والعماري ونزار وتوفيق وتواتي الحداش اللي مذكورين في مافيا دي جينيرو وكل واحد واش عنده دور. اللي جابوه ربع الخمس سنين الاولى قاش حتى واحد صراج خلاهم هما يخرجوا له للعيب وبداها العماري ونزار اللي في لاروتريت قاعد يحرك هما يخرجوا له. وباش دار كسب نعربي بالخير اللي هو لا كريت فوت تاع السيستم وتوفيق كسب الزوج هادو وزاد دالهم المخ تواتي جابو كونسيي عندو كسب هاد ثلاثة وخلى الاخرين بلا ما يدير حرب معاهم بلا والو ياكلوا بعضاهم. هذا الناس يديروا له بوتفليقة مع راجل عنده تاريخ وعنده قدا ومحنك ودبلوماسي وقدا ما تقدرش تلعب هاد ورغم ما يدخلش ماهوش تاع افرونتمون يا با دافرونتمون في على المستوى يا با كونفرونتاسيون اون سافرونت با ما نتصارعوش سم لتحت لتحت سي سكيمي تندار الحالة نتاع واحد عمرو ما عرف كيفاش مخرقة هاد الدولة واش راهو السيستيم يخدم يجي يبقى يتفلسف لي من براش سافا با لا واش تعرف حتى في الفونكسيونمون دو سيستيم بتجي تقول لي بلي كاين شي روعات وكدا ومن هنا دونك ايهام الشعب بان هناك صراع بين ما يسمى برئاسة الجمهورية بين ظفرين والمؤسسة العسكرية وأجهزتها الأمنية هذا الهدف ديالو انه باش يخلي الشعب ينحاز زعما الجهة ما يعني جهة العسكر وهي الحكاية كامل باش يبقى الشعب هذا يمجد في العسكر والأجهزة الأمنية المخابرات يمجد يقول لك ايه منيح ايه او كل جاي من عند تبون اه مزيان كاين الجيش وكاين الناس تقول واش وقتاش يديروا كوديتا واش كما كاين ضباط ولكن الشعب الجزائري ما يقدرش تقول الشعب الجزائري كله برمته نحي لي الميكروب لازم يكون فيها ميكروب لي باكتيري بارتو سي بون ما الشعب الجزائري 99% يكره الجنرالات مش انا اللي نقول هالشارع لما يخرج يقولوا لي جينيرو يا الخوانة والله ما انا حابسين انا اللي قلت ها هو ما الشعب هذا كان ماهوش الشعب يخرج الشارع اللي يخرج الشعب يخرج يقول لك مخابرات ارهابية تحت تسقط المافيا العسكرية دل على ان الشعب يكره هاد المخابرات لان مخابرات ارهابية تعذب وتقتل دونك تاعي واش دير ما تقدرش تلمع صورة الجنرالات والمخابرات وقول لك روح حكيها البيبيت اي واحد يجي يروج لهذه المطروحة قول له روح حكيها البيبيت معنا ودرك نجو ونشوفو كيفاش موقع اخباري مغربي وقع في ايادي المخابرات الجزائرية وصار هو يروج لهذه الأطروحة اي نعم بالدليل تشوفوها بعد اجنبي الله اكبر هشام عباس